استنكر الشيخ عادل الكلباني عدم التزام وزير التعليم ووزير الخدمة المدنية بتعهد لهم، أكدوا خلاله معالجة أوضاع خريجية الدبلومات الصحية خلال شهرين من اجتماع ضم الوزيرين بتاريخ 20/5/2015. وكان كل من وزير التعليم الدكتور عزام الدخيل ووزير الخدمة المدنية خالد العرج قد كتبا تغريدة مشتركة في صفحتيهما الرسميتين بموقع تويتر في هذا التاريخ، قالوا في معالجة موضوع خريجية الدبلومات الصحية في وزارة التعليم خلال شهرين من تاريخه. وذكر الكلباني الوزيرين بعد مرور قرابة شهرين ونصف من الشهر بوعدهم، كاتباً في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعد إرفاق تغريدتي الوزيرين سؤال لمعاليهما بعد شهرين ونصف تقريباً: ماذا تم بهذا الشأن؟ وعشان نكمل الموضوع مع الشيخ عادل الكلباني، معي الشيخ عادل إمام وخطيب جامعة المحيسن من الرياض. أهلاً شيخ عادل. حياك الله وبياك. مر شهرين على الوعد من قبل الوزيرين وطالبوك الشباب انك تتكلم عن هالموضوع، استجد شيء؟ جاك شيء؟ جاك اي علم عن هالموضوع؟ والله الله المستعان، يمكن المناسيب يحتاجون الى تذكير اخر. طيب وش التذكير اللي بتذكرهم فيه؟ الان حسابك مليون يا شيخ عادل، واي نقد تعرف ان له اعتبار؟ هل تواصلت معك وزارة التعليم أو وزارة الخدمة المدنية؟ أنت تقول ناسين، هل في أحد من الزملاء في الوزارتين أو كذا تواصل قال لك أنه فيه إن شاء الله حل فيه؟ والله هو تعرف أنت الوزير مدام يعني الحمد لله ما عليها خوف، ما عنده مشكلة. شلون؟ يعني في دبلومات ما دبلومات، ايه؟ لازم تصور له تصوير شيء عشان يبدأ يحسن في قضية للأسف. طيب شيخ عادل، أنا بسألك يعني بكون مباشر معك، تدخلك دائم في القضايا المحلية ونقدك في أحيان كثيرة، وش سبب هذا يا شيخ عادل؟ والله على رأي الدراء المدني، هذا من باب المواطنة، محبي كمواطن ولا لا؟ اللي أنا بالله الحمد يعني ليس عندي أحد عنده دبلوم ولا يشتغل في دبلوم ولا فيه ولا صديق حتى. إيه؟ لا أعرف أحد، لا صديق مقرب ولا ابن ولا ولد عم ولا ولد خال. طيب وش السوات الفترة الجاية في بالك؟ لما تواصلوا معي الأخوان جزاهم الله خير، هم نفسهم إيه تفاعلنا معهم فقط. من بعض الناس للأسف الشديد يظن أنك ما تتكلم في قضية إلا لابد أن يكون لك فيها يعني قرض، تتنف منفعة من إيه؟ صديق أو لأخر. طيب برأيك منك، طيب بما أنك يعني واحد من يعني من الناس اللي عندهم حسابات كبيرة في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، من أكثر المسؤولين أو الوزراء تفاعل مع يعني تغريداتك؟ أنا أتكلم بشكل شخصي. والله شوف عام ما في إلا عندي المسؤول يمكن عن طريق ذا يرد عشان يبين إني أنا الغلطان. آه يعني يرد عشان يقول إنك أنت غلطان وإنك أنت يعني قاعد تبلاهم. نعم، ولا تصحيح أو ذا ما للأسف. ما هناش. إن شاء الله القضية هذه تحل، ولا مانع أنك تذكرهم من جديد شيخ عادل. نرجو ذلك، ويمكن عن طريقكم بعد يمكن يستمعون. لا وبعد أنت بعد يعني. ولا يردون علي، يردون على الإخوان. طيب الله يعطيك العافية. إذا مو قادرين يعني لا يحدد وقت، يقول إن شاء الله بيصير بتنحل، وهذا بتنحل يعني ممكن لين يترك الوزارة ما حلت ما عنده مشكلة. طيب. لكن طالما إنه حدد شهرين أو يومين أو أسبوعين من الالتزام. طيب الشيخ عادل الكلباني شكرا لك ويعطيك العافية، وألف شكر، أخرناك على الصلاة اليوم.